بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. سادير إسبير كو فو سوايي بلو أفيبلي بلو بيرتوربي إتسيتيرا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء، ديو نسيت لور آن أترابير لور ديسكور. قد بدت البغضاء في من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Ce qu'ils cachent dans leur mauvaise poitrine ténébreuse est pire que cette manifestation sur leurs lèvres, dans leur bouche. لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعني Dieu nous a bien montré, bien expliqué les valeurs de tous les signes, qu'ils soient coraniques ou universels. Pour peu que vous soyez des gens qui raisonnent et qui évitent le courroux divin. لعلكم تعقلون. هؤلاء تحبونهم، تحبوا أهل الكتاب، لأنكم تحبوا هكا صحيفة العسل مع أهل الكتاب، وما ما يجيب شيء. ورينا كم من فشل في هذا العصر القريب والبعيد. يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. جمعت لبي باش تلقى من رارتي دو جون دي زيكريتور qui nous aiment vraiment, il n'y a qu'une rareté. Ha antum, oulai tu hibbounahum, oulai hibbounakum. Wa tu'mina bil kitab kulleh, ayy al-Qur'an kulumush, ba'd na'akhdou, ba'd na'akhdouch. Wa ila laquukum, qalu amanna, kadhu alina, bishikhdu'una, wa mdaiman fi harb ma'ana wal harb khuda'a. Wa ila khalaw a'addu alaykum an'ana, mubtadi waliw, a'arfi ruham, hatta adma yajassu alim. وإذا خلوا عضوا عليكم من أنام كان شد ونفتك به. أنا وبتالي شد مثلا الكلاب اللي يعرفوني من نابل وغير نابل يبدأوا السارية بتاعهم الكل يقولوا لو يعطينا السلاح الدنيا لكم لما نفرقوها في الكلب ذاك احنا نولى الكلاب والحقد بتاعهم يوصل يتمناوا ذلك، ولكن الله خيبهم. احنا حيين هنا ولا بعد موتنا الدنيوية، أما نعم وعند ربنا نرزق. تحبوا لا تكرهوا، حنا ما نخافوش من الموت. هي موت مظهر متاع انتقال فقط، ولكن انتقال من هم الدنيا إلى ساعة رحمة الله في الآخرة، وعند ربنا نرزق والحمد لله. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنوا بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا باش يمنوا ضربتنا القاضية وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من شدة كرهم لينا قل موتوا بغيظكم هذه باقي نقولوها. والكلاب التوانسي اللي عم يروحوا خير المسلمين ونحن أشأم الناس وسموونا إخوانجية احنا نقولوها لأن ربي قالها لأنه أمر إلهي. قل ليبينا عليه الصلاة والسلام ونحن من ورائه باش نعملوا نفس الشيء لأنه هو قدوتنا. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعرفكم ويحب يكشفكم، يحب يهديكم، يحب يعذبكم، يحب يحيلكم مقام تتمتعون به وتتمعشون وله الخيار. يقول مولانا إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أو ماشي في الطريق اللي كنا فيه، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها سيرجويس لسكم صنف ربي دم فورتون، وإن تصبروا وربي دائما يعطينا الطريق الأمثل، وإن تصبروا وتتقوا
لا يضركم كيدهم شيئا، على سكالك لن يضركم إلا أذى، هي سبق الآيات، إن الله بما يعملون محيط. وبعد ربي يتحدث على شأن نبينا عليه السلام حين يعين كل مجاهد أي مكان يكون في أعلى الجبل أو في سفحه، نسأل الله السلام ونار. ماذا وقع في غزوة اختل إدراك بعض المجاهدين، واختل يراه المجاهدين من يأخذون غنائم، نسوا أن نبينا عليه السلام أمرهم أن لا يغادروا أمكنتهم في أعلى الجبل أحد، وجبدتهم الدنيا. وقتها يا ريفير دولاباتاي، يعني تقلبت بعد ما كنا في النصر والناس ولات عندها وقت باش تجمع الغنائم، انقلب وجاء خالد الوليد قبل ايمانه عليه الرضوان بعد الايمان، يعني اخذهم على حين غره، وقتل من قتل من هؤلاء الذين من لم يفهموا للرسول عليه السلام حين يقول وانت كنت مسلما لابد ان تطبق قدر جهدك ما قاله نبينا عليه السلام، قالك اثبت، قالك ما تغادرش مكانك تثبت. هنا كذلك اليوم اخوانا في غزه وغير غزه وفي كل مكان في اليمن ولا في سوريا ولا في لبنان وفلسطين، عنا من يحترم هذه الأوام المحمدية على سيدنا وقائدنا المحبوب السلام بالتمام والكمال.